واحنا بنتكلم النهارده في برنامج يلا بينا عن الحيوانات الاليفه المنزليه. استاذ ادم كمال بعت لنا رساله على 91.9 معترض, يعني بيطلب مننا ان احنا نتكلم عن الكلاب الضاله, وبيقول لنا يا رضوى ان يعني في اماكن كتيره في مصر واحياء كتير بتعاني من مشكله الكلاب الضاله, فهو زعلان جدا ان احنا النهارده مش عندنا حتى على الأقل فقرة بنتكلم فيها عن الكلاب الضالة بما أننا بنتكلم عن الحيوانات الأليفة. فأنا بس عايز أقول له يا أستاذ آدم إن شاء الله وعد هندور على رواد أعمال يكونوا عاملين مشروع ليه علاقة بالكلاب الضالة ولمشكلة الكلاب الضالة, وإن شاء الله هنتكلم عليها في البرنامج. أكيد هنعمل كده. وإحنا برضو الحقيقة يعني دلوقتي معانا فكرة يمكن اهتمت بالكلاب او القطط اللي بتضيع. يعني استاذ ادم بيتكلم في نقطه مهمه قوي, فكره الكلاب الضاله. الحقيقه ان في يعني اصحاب حيوانات اليفه كتير مؤخرا, يعني بدانا نشوفهم حتى بيكتبوا ده على السوشيال ميديا كتير, ان القطط والكلاب بتاعتهم بتضيع منهم. تحط صورتها كده قطتي, اي حد شافها يقول لي طب الكلب بتاعي ضايع مني. طب ايه الحل؟ في حل للمشكله دي؟ حقيقه انه فعلا في حل. مهندس محمد عصام هو مؤسس End-to-End Automation قرر يعمل فكرة مختلفة جدا, وهي فكرة الشفرة. الشفرة بتحل مشكلة الكلاب والقطط, انها لما تضيع يقدر صاحبها يوصل لها, ويقدر اي حد يلاقيها يوصلها لصاحبها من خلال التكنولوجي, بقى من خلال QR كود. يلا بينا نعرف ايه الشفرة دي وايه حكايتها. يلا بينا. مساء الفل يا محمد. الو, مساء الخير. منورنا. اهلا, منورة بيكو. انا سعيد بحضوري معاكم رضوى حسن ورغد الشيمي. احنا اسعد اسعد. اهلا وسهلا بالساده المستمعين البرنامج, وربنا يجعلها ايام سعيده يا رب. يعني خلينا نتكلم بقى, فكره الشفره فكره مختلفه. احكي لنا جات لك ازاي, يعني انت اصلا مهتم بالحيوانات وقابلتك المشكله دي, ولا الموضوع جالك ازاي يا محمد؟ طيب, هو الصراحه انا مش مهتم بالحيوانات حاجه خاصه بيها, يعني لا, انا مهتم دايما بالحاجات اللي هي التكنولوجيا والاوتوميشن, وازاي ان احنا في الفتره اللي احنا فيها والبلد كلها بتتوجه ناحيه الرقمنه والحاجات اللي هي تبقى كل حاجه تبقى ديجيتال, فازاي ان احنا ممكن نسخر الحاجه ديت او العلم دوت ان احنا نخدم بيه الافكار البسيطه او المشاكل اللي احنا كلنا بنواجهها في البلد, يعني سواء على المستوى الشخصي او المستوى الجماعي. يعني أنا من فترة كده, من 4 أو 5 شهور, كنت دايما بلاقي زي ما أنتوا بتقولوا كده إن في دايما في بوستات بتنزل على الفيسبوك, دايما في كلب ضايع, في قطة ضايعة. طب أهو اهتميت, أهو اهتميت بالحيوانات برضه, يعني مهتمة بالتكنولوجي, بس لكن لما شفت البوست يعني بدأت أنا لما شفت البوست اتأثرت للحيوانات طبعا. تمام. وفكرت ان انا ازاي استخدم الافكار اللي عندي او العلم اللي عندي انا وزمايلي, احنا مجموعه عمل, ازاي نفكر ان احنا نستخدم الحاجات دي عشان نخدم المشكله بتاعه ان دايما كلاب وقطط بيضيعوا, والحاجات دي زادت جدا الفتره الاخيره قوي فعلا. وعلى النقيض ان دايما بنلاقي ناس كتير جدا بتنزل بوستات, انا لقيت الكلب دوت, انا لقيت القطه ديت. وطبعا الناس اللي بتربي البيت عارفه ان الكلاب والقطط نفسها يعني حاجه بتبقى يعني اكنها من الفاميلي, يعني مهمه لصاحبها جدا, مرتبط بيها كانه ابنه يعني ضاع منه. طبعا تمام. فاحنا قلنا طب ازاي نعمل فكره ديت, ازاي نعمل حاجه تسهل على الناس ان هي اي حاجه تضيع ممكن حد يلاقيها. طيب بنبدا دايما نفكر, هي عشان اي فكره تنجح لازم تشوفي هي ليه الحاجات اللي موجوده او المتوفره حاليا مش بتخدم الموضوع 100%, وايه ليه مش منتشر, عشان خاطر تقدري تعملي حاجه وهي فعلا تفيد. في افكار كتيره جدا بتتعمل, بس يعني الفكره لازم أن تكون موائمه الظروف اللي موجوده علشان خاطر تنجح يعني. فاحنا شفنا ايه اللي موجود, والله لقينا مثلا ان في حاجه زي مثلا التاج العادي جدا, الميداليه اللي بيتحفر على الاسم ورقم التليفون, ودي حاجه موجوده من زمان جدا. طب ليه مش منتشره؟ ليه ما انتشرتش عشان تحل المشكله الموجوده؟ فلقينا ان هي لا, فيها قصور شويه من ناحيه الخصوصيه, وان يكون حد اسمه ورقم تليفونه دايما متعلق في ميداليه على رقبه البيتس او القطه او الكلب او كده, فبياناته ظاهره على طول لاي حد يقدر يعني يتعامل معاها بقى بكل سهوله. تمام. فقلنا لا, طب ديت مش منتشره عشان خاطر الجزء دوت. طيب نشوف, والله احنا عندنا الناس بره بيفكروا ازاي, والله بره في حاجه
اللي فيها الجي بي اس، والجي بي اس طبعا عندنا هنا مش متاحه في مصر لاسباب كتيره، زائد ان هي بيبقى فيها مشكله بالنسبه للاندور والاكيورسي بتاعتها كبوينت، بتبقى معاكي 100 و150 متر عشان تلاقي كلب لو مستخبي في مكان او كده، ف وهي مش متاحه في مصر، وهيبقى مكلف شويه كمان يعني اكيد. طبعا لسه اقول لحضرتك الكوست بتاعته طبعا مش مناسبه برضو معانا هنا ك في البلد يعني. طيب خلاص، ظهر مؤخرا موضوع البلوتوث تكنولوجي. طب والبلوتوث احنا ممكن نجيب حاجه بلوتوث وتتعلق في رقبته؟ مشكلتها ان هي طبعا البلوتوث بيبقى رينج 110 ل 20 متر، ولو الكلب ده خرج او القطه هربت بره البيت خلاص كده البلوتوث مش هيقدر يوصل له. فقعدنا فكرنا فقلنا خلاص احنا هنعمل السمارت كيو ار كود اللي هو الشفره، ونحاول على قدر المستطاع ان احنا نكفر كل المشاكل او نعمل حاجه كده، عارفه حاجه وسط كده، تتغلبوا بقى عن كل الحاجات اللي قلت لنا عليها دي بمشاكلها بعيوبها. عايزه افهمها بقى اكتر يعني، انا لغايه دلوقتي مش حاسه ان انا فاهمه قوي الشفره بتاعتكم بتشتغل ازاي. تمام، هو دلوقتي احنا البرنامج او السيستم نفسه عباره عن كود، الكود ده طبعا احنا يعني تعبنا جدا عشان خاطر نحفره بالليزر على ماده استيل عشان يقدر يعيش، علشان خاطر اللي يجيبه يقدر يعيش معاه مده طويله. طبعا الستيل معدن لما هيتحفر عليه فكده هيبقى صعب ان هو يبوظ او صعب ان هو او يتمسح او كده، فطبعا دي كانت اصعب تشالنج عندنا، لان انت عارفه ان الكود نفسه عشان يتحفر بالدقه المعينه بيبقى لو اتغيرت الدقه ديت بيودينا الكود تاني. احنا كل ميداليه بيبقى فيها كود، والكود دوت يونيك يعني ايه؟ يعني مش متكرر خالص. تمام. يعني كل واحد يبقى معاه كود بتاعه اكنه زي معاه الاي دي بتاع الكلب بتاعه. ده بيبقى في ايده يعني، بيبقى موجود على الميداليه اللي هي تتحط في الكولر بتاع الـ الكلب في رقبه الكلب او القطه. تمام، وان شاء الله احنا في يعني دي اول فيز، يعني احنا لسه في المرحله الثانيه او كده، هيبقى في نفس الكود دوت هيبقى موجود، هيبقى في ايد في ميداليه مثلا في ايد صاحب الحاجات ديت، صاحب البيتس او صاحب الكلب، علشان خاطر دايما لو حب يوصل للداتا اللي فيه هو موجودة معايا. طب تعالى يعني ناخد يعني نموذج عملي، يعني أنا الكلب بتاعي مثلا معاه أو عنده الشفرة دي، ضاع مني، هعرف ألاقيه إزاي؟ طيب هو أول حاجة بس أنت لما بتجيب الميدالية أول ما بتشتريها وبتدخلي الداتا بتاعت الكلب بتاعك، إحنا في ثلاثة أوبشن بدخلها فين؟ أنت بتجيبي الميدالية وبتنزلي أبلكيشن من على الأندرويد ستور أو الأبل أبلكيشن. تمام، أبلكيشن موبايل أبلكيشن طبعا عشان يبقى دايما في إيد صاحب البيت. اسمها شفرة، أبلكيشن اسمه شفرة. بالعربي ولا بالإنجلش؟ بالعربي أو بالإنجلش. تمام، تظهر لي على طول. إحنا دايما كل حاجة حاولنا نخليها بقى العربي والإنجلش عشان خاطر تبقى سهلة. خلاص أنا نزلت الأبلكيشن ومعايا دلوقتي بقى إيه؟ الشفرة، صح كده؟ معاكي الميدالية اللي هي الشفرة، هتقري هتسكاني الكود اللي موجود، هيظهر لك ان انت تعملي زي تسجيل، هتدخلي اسمك وتليفونك. تمام، وهتدخلي البيانات بتاعت الكلب اللي موجوده، وان لو حد لقى الكلب دوت يتصل بيكي او يتواصل عن طريق الابلكيشن. طيب لو حد مش معاه الابلكيشن مش هيعرف يساعدني؟ تمام، هقول اول حضرتك اول نقطه ان ساعه لما حد هيلاقي الكلب، احنا كنا يعني كبرنا الحته دي، ان اللي يلاقي الكلب ويقرا الكود مش محتاج يكون مع الابلكيشن. هيعمل يعني ايه بقى عشان يقدر يوصل لي انا؟ بمجرد ما يسكان الكود بالكاميرا العاديه او بالكود ريدر هيطلع له الداتا. يعني لازم هو كمان يبقى فاهم انه الشفره دي ليها لازمه، ويكون عنده الثقافه انه انا هسكانها فهعرف يعني. لكن لو لقاها ومش فاهم وفاكرها بس سلسله كده هزينه ولا حاجه مش هيعرف يساعدني. صح، ما هو عشان كده احنا مهتمين بقى ان احنا، لان هي زي ما قلت تنتشر، نعرف الناس تنتشر، واحنا ان شاء الله هي مش هتبقى للكلاب والقطط بس، فهي هتبقى حاجه منتشره، فهيبقى موجود هيبقى في توعيه بيها يعني. توعيه جدا طبعا، لان خلاص انا اي حد هيلاقي الكود دوت هيقراه، اول ما يقراه هيطلع الداتا بتاع صاحب الكود. تمام، اي حد هيقول طب ما انا الداتا موجوده ومتاحه للناس كلها، انا كاستفدت ايه الفرق بينها وبين النيم تاج؟ ما هو الداتا العاديه برضه. يعني احنا عملنا اوبشن مخصوص لمصر عشان البرايفسي، ان اللي صاحب الكود لما بيجي يدخل البيانات عنده اوبشن ان هو يقفل الداتا ويفتحها في اي وقت عن طريق الموبايل ابلكيشن. يعني حضرتك ممكن بعد ما تدخلي الداتا هتروح عامله اخفيها مثلا، للبيانات، اغلاق للبيانات. تمام، اي حد لو عمل سكان مش هيطلع له اي داتا، وطول ما هو الكلب معاكي فانت مش محتاجه دايما ان الداتا بتاعته تكون موجوده. افتحها بس لو الكلب ضاع. فهمت، اوكي. تمام، اخيرا فهمت.
وينفع تفتحي داتا معينه منها او تفتحي التواصل عن طريق المسج. يعني لو انت مش عايزه تفتحي كل حاجه, يعني لو مش عايزه حد يكلمني على التليفون فاقدر يبعت لي رساله مثلا. صح يا فندم, لو مش عايزه رقمك يظهر لاي حد فخلاص المسج تبقى موجوده. هو لو حد كلبه ضايع او قطته ضايع هيبقى مستني كل التليفونات اللي في العالم وهيرد. يعني طبعا لما بتعملي حاجه بتبقي دايما بنحط الكاستمر وبنحط اختبارات الناس كلها, كل واحد بيبقى كل الخيارات تبقى موجوده يعني. صح اكيد. والموضوع بيتم بسهوله جدا لاي حد بقى لقى الكود ده موجود على يعني رقبه الكلب او القطه, يقدر يتواصل مع صاحبه بكل سهوله انه يعمل له سكان. هو اسهل حاجه في الابلكيشن زي ما انت قلتي, احنا كنا مصممين نبقى عربي وانجليزي ويبقى سهوله جدا في الاكسسبيلتي, ان اي حد في اي لحظه يقدر يغير الداتا بمجرد ما يعمل فتح بيانات او اغلاق في ثانيه واحده بترفلكت على او بتبان على الكود. علشان خاطر عارف احنا دايما الكاستمر لما يكون حاجه سهله وبسيطه وبتادي الغرض ويستخدمها تمام كده بيبقى سهل فبتساعده يستخدمها. طب محمد انت بقى شخصيا يعني جربت تربي حيوانات اليفه ولا لا؟ والله يعني هبدا افكر بقى ان ايوه بعد المشروع بقى بعد الشفره قريب منهم فاكيد محتاج افكر منهم ان شاء الله. وردود الفعل اللي جت على الفكره ايه؟ حسيت ان الناس استفادت وحد قدر يعني بسهوله بقى يوصل للكلب بتاعه وكده يا محمد؟ والله الفكره بقى لها لسه يعني شهرين ثلاثه بس ردود الافعال عليها زي ما حضرتك حسيتي بيها, يعني الناس كلها حاسه لا دي فكره سهله, السهل البسيط اللي هو بيحل لنا مشاكلنا وهو ليه مش موجود. زي ما قلت لك يعني الحاجه لو مش هنعرف نعمل احسن حاجه في الدنيا فنحاول نعمل حاجه تساعدنا من البين والالم صح. واللي احنا عايشينه يوميا يعني. ولسه هتطوروا فيها اكيد وهنتابع معاكم وهنعرف ايه الجديد دايما عندكم. يعني احنا بنشكرك شكرا جزيلا. احنا من المكان هنا بنقول ان احنا المرحله الثانيه فيس 2 و وفي السري ان شاء الله هتبقى حاجه مبهره وهنحاول نطورها, ما تبقاش بس ان الكلب يضيع او القطه, لا هيبقى فيها زي السي في بتاعت الكلب وبياناته متابعه والمعلومات الطبيه بتاعته, هتبقى حاجه ان شاء الله. الهدف منها ان دايما نسهل على الناس المشكله اللي موجوده واللي بنشوف عليه النهار. يعني في اكتر من لوست اند فاوند بيجز موجوده على الفيسبوك بقت بالعشرات كتير حقيقه فعلا. يعني مشكلة مهمة انتوا فكرتوا تحلوها بشكل مختلف حقيقي يا محمد, واحنا بنشكرك جدا جدا على وجودك معنا وهنتابع معاك بقى كل الحاجات الجديدة والمراحل الجديدة اكيد للشفرة. انا بشكركم وانا سعيد ان انتوا فعلا يعني بتهتموا بالحاجات ديت وتظهروها, وان شاء الله زي هدفنا كلنا في الاخر ان الناس تكون مبسوطة يعني. ان شاء الله. شكرا شكرا, شكرا.